ليالي بالراشد سيدة الحرة وراضين عليك لآخر الزمان يا الشاوي يا نوارة يا حبيبة يا نهارة يا الشاوي يا نوارة يا حبيبة يا نهارة لغارة لغارة بروحنا نفديك والله لينا شهد مولاي علي بن راشد والسيدة الحرة وراضي عليك لآخر الزمان إنها مدينة جوهرة تحيط بها قمم الجبال على مقربة من البحر الأبيض المتوسط وسط القبائل الغمارية على بعد 100 كيلومتر من ثغر سبتة المغربي. جمال وطبيعة، أصالة متمكنة، مدينة كبيرة في معناها، عزيزة لدى سكانها، معروفة بأخلاق أهلها ومستوطنيها، شهيرة بمائها، عذبة في أرواح عشاقها، تسمى غرناطة الصغيرة أو أخت غرناطة، وتدعى أيضا فاس الصغرى، وتدعى أيضا زاوية الشيخ عبد السلام ابن مشيش. هذا الثغر السعيد بناه الأمير الولي الصالح مولاي علي بن موسى بن راشد العلمي من ذرية الشيخ عبد السلام ابن مشيش سنة 876 من الهجرة الموافق 1471 من الميلاد. مؤرخين آخرين يرون أن المدينة في الحقيقة هي تعود لما قبل التاريخ فتح الإسلامي، أي أنها مدينة رومانية، ودليلهم على ذلك أن قنطرة الترنبوط وقنطرة صريف الصبانين تتشابهان كثيرا من حيث شكلها المعماري وكذلك من حيث شكل بنائها. وهذه المدينة كانت تسمى آنذاك مدينة أبينوم. سبب التأسيس إقامة رباط للجهاد في سبيل الله، سواء في العدوة الشمالية الأندلس الفردوس المفقود، أو في العدوة الجنوبية المملكة المغربية. المرحلة الأولى التي تأسست فيها المدينة كانت تضم فقط حومة صغيرة، وهي حومة السويقة. في الهجرة الثانية جاءت مجموعة من الأندلسيين من مدينة غرناطة بعد سقوطها، فأسسوا حومة جديدة سميت بحومة ريف الأندلس، وهي حومة تحمل الصفة الرسمية لمدينة شفشاون الأندلسية. وكانت هناك هجرة ثالثة، أي بعد أن طردوا المسلمين سنة 1502 من طرف إيسابيل الكاثوليكية، ظلت المدينة مغلقة تماما على الأجانب. لماذا؟ احتجاجا على سقوط غرناطة. كان النساء يلبسن الحذاء الأسود، وكانت هناك رايات سوداء تعلو فوق المآذن، وكانت هناك أزجال في المدينة والإقليم تذكر الناس بأن لهم أصولا في الأندلس، في غرناطة، في ملقة، في حضرة. يا جهة الأقحوان، يا توأم السماء، أشاء أحيانا أن أتحول زبدا في ساقياتك، أو صدا في ينابيعك، فلا أمتلك القدرة ولا تسعفني الحيلة، فأكتفي بالتملي في وجهك الأزرق
الذي لا شبيه له في قسماته. يا قيامة الياسمين، يا أهزوجة الورد، أشاء أحيانا أن أتحول قرنفلة في بساتينك، أو عصفورا في أدواحك، فلا أقدر على التناسخ ولا أقوى على التكوين، فأكتفي بعطر القرنفلة وأستغني بتسبيحة العصفور. يا قنديل ابن مشيش، يا جبل التجلي. مدينة شفشاون مدينة، لوحة، قصيدة، قطعة موسيقية، بوح بالسر، نجاة لأجمل حبيبة، سماء في الأرض، هي الحياة وهي غير الحياة بالنسبة لي وبالنسبة ربما لكل ساكن في هذه المدينة. في تصوري خصوصية المكان في هذا الجمال الذي يسري في مائها، يسري في أشجارها، يسري في جبلها، في كل عرق من عروقها. علاقتي بهذا المكان هي علاقة وجود، علاقة حياة، وأقول إن ذكرياتي مع هذا المكان لا تعد ولا تحصى. نعم، حينما أعود إلى الطفولة أحسب أن كل زقاق له معي حديث وله معي نجوى، ففي ساحة وطاء الحمام هذا كم لعبت مع أصدقاء الأطفال، وفي السويقة لي ذكريات وذكريات، ففيها كنت أسمر مع أصدقائي الصغار بين المغرب والعشاء، نحكي الحكايات لبعضنا بعضا، كل واحد يحكي ما حكته له جدته. المورسكيين هي كلمة تعني الأسر الأندلسية التي كانت تقيم في الأندلس وهاجرت إلى الضفة الأخرى، وهم بالتأكيد أسر مسلمة، قد تكون من أصول عربية وقد تكون كذلك من أصول إسبانية اعتنقت الإسلام. مدينة شفشاون امتزج الدم النبوي، إنها مدينة الأشراف، امتزج الدم الأندلسي، امتزج أيضا هنا دم البرابرة الأمازيغ ودم العرب بمختلف أجناسهم وأصنافهم وانتماءاتهم، فعاشت المدينة في التسامح، في الاعتدال، في المحبة، في الإسلام النقي. البناء الشفشاوني الحالي لا زال يحتفظ بالبناء أو طريقة البناء الأندلسي، بقرميده في السطح، بتكوينه الداخلي، بغرفه، بقواعده الذهبية المتعارف عليها من ناحية الأرشيتكتور. العلم قامت له سوق رائجة،
دروس وأخلاق تسقى من تلك الدروس، وزهد كامل في مساعي الحياة الدنيا، بحيث لم نرى مدينة في شمال المغرب تساوى فيها الكبير والصغير والأمير والحقير والغني والفقير كما تساوى الناس في هذه المدينة. لن تجد هنا قصرا يدل على البذخ، الناس عاشوا هنا في دور جد متواضعة، حتى إن الأمير نفسه لم يكن له بيت عالي كبيوت أقرانه من الكبار والرؤساء والزعماء. ونحن الآن في بيت الأمير مولاي علي بن موسى بن راشد الذي أسس هذه المدينة. المعمار في مدينة شفشاون يشبه المعمار في مدينة غرناطة بأزقته الضيقة وبنائه المتوسط وقرميده الظاهر فوق السطوح. وتمتاز مدينة شفشاون بألوانها الأربعة: اللون الأزرق في البناء، واللون الأحمر في البناء كذلك في الأسطح، واللون الأصفر أو القريب من اللون الترابي في البناء الخارجي، واللون الرمادي الذي يمثل كل الجبال المتواجدة حول مدينة شفشاون. اللون الأزرق المستعمل في هذه المدينة هو لون يلتقي مع البحر، واللون الأزرق يعطي كذلك لون العشق ولون اللانهائي سواء في البحر أو في السماء. اللون الترابي تركه أجدادنا في هذه المدينة للحفاظ على قربهم من الأرض. أحسب أن المدينة قصيدة هي من كتابة الله، أو هي لوحة من رسم الله، فأينما حللت أينما توجهت تبهرك وتدهشك وتفتنك. إلى ساحة وطاء الحمام، ساحة تحكي لك دائما، تحكي لك عن زمان وزمان. فبعد السوقين يوم الخميس ويوم الجمعة كانت تأم الحمام أو الحمامات والطيور الأخرى هذه الساحة لتلتقط ما تبقى من الزرع ومن الحبوب المختلفة. كانت هذه القصبة التي نحن الآن فيها ذات بحيرتين جميلتين يعيش فيهما البط الأبيض، وكنا نحن نأتي إلى القصبة لنشاهد إخوانا لنا في الحياة بيضا ليسوا مثلنا، يسبحون بمهارة تفوق مهارتنا. أقمنا أول مهرجان للشعر المغربي الحديث سنة 1965، هنا كان اللقاء الأول مع شعراء المغرب. هنا ذات الأصلية، هنا ذات الأصلية، غير أصلية، شو غير أصلية، غير ذات
السيدة الحرة بنت المولى علي بن راشد حاكمة تطوان زوجة السلطان المغربي ولي أحمد الوطاسي دفينة الزاوية الريسونية بمدينة شفشاون، مثال عن المرأة الصامدة التي بالإضافة إلى عبادتها وانتسابها لطريق القوم وتهجدها في الليل ومحافظتها على الدين والذكر والتهجد والتأله كانت قائدة حربية بامتياز، وصلت سفنها إلى جبل طارق واحتلت جبل طارق وقاومت الغزاة البحريين بأسطول بحري في البحر الأبيض المتوسط متعاونة مع الأتراك المجاهدين في الجزائر. هذه المرأة التي عرفت بحاكمة تطوان وأميرة الجبل شفشاونية الأصل والمولد والمدفن شريفة النسب، المرأة الوحيدة التي وصلت إلى هذا المنصب في بلاد المغرب. المرأة الشفشاونية كانت عبر كل هذه العصور تقوم بعدة أعمال منزلية في تجيير الدار من الداخل ومن الخارج، بل أكثر من ذلك أنها كانت تجير حتى الأزقة التي ليس لها مخرج في الأرض، وتقوم بعملية التصبين داخل المنزل وخارج المنزل أي في حومة العنصار نظرا لتواجد الماء، وكذلك مسائل لتنظيف المسائل الكبرى، ولا زالت هذه العادة متواجدة إلى الآن. كذلك المرأة كانت تقوم بكل الأعمال المنزلية وأعمال بدوية، حيث أن المرأة كانت تقوم ببعض الأعمال التي ترتبط ببعض الحيوانات الأليفة كالماعز وبعض الأغنام، بمعنى أن المرأة التي يمكن أن أقول وبافتخار بتعزيزها في هذه المدينة كانت تقوم بأعمال كبرى وكانت تشارك الرجل في جميع أعمالها. يا شفشاون يا نوارة يا الحبيبة يا رمنارة، يا شفشاون يا نوارة يا الحبيبة يا رمنارة، لي غارة لي غارة بروحنا نفديك والله علينا شهد. يا شفشاون يا نوارة يا الحبيبة يا رمنارة، يا شفشاون يا نوارة يا الحبيبة يا رمنارة، لي غارة لي غارة بروحنا نفديك والله علينا شهد. هذه لوحة هي عبارة عن تركيب لبعض القطع الأثرية من خشب ولوبة ومفتاح. هذه القطع تعود إلى العائلة لأكثر من قرنين، ويقول أجدادنا بأن المفتاح هو رمز لمفتاح غرناطة. هذا المفتاح قد صدر في جريدة إسبانية على اعتباره أن المفتاح يعود إلى الأسرة الموريسكية التي جاءت من غرناطة بالضبط، إلا أن هذا المفتاح يعود بالفعل أن أبي أخذه من عمه وعمه أخذه من أبيه وأبيه أخذه من جده، فإنما قمنا بعملية حسابية وجدنا أن لأكثر من قرنين. عدوا الآن مؤسسة ثقافية ستجمع عشرات الآلاف من الوثائق ومن المستندات والمخطوطات والأمور القديمة التي تتوفر عليها العائلة الريسونية الإدريسية التي ننتمي إليها.
الوثيقة التي بين أيدينا عبارة عن رسم عدلي موقع من مجموعة من العلماء، يعود تاريخ الرسم إلى 1264 من الهجرة. إنها نسخة رسم يوضح حرم الشيخ صالح المعروف ولي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر الموسوي العالمي دفين جبل العلام بقبيلة بني عروس. والحرم في مفهوم أهل ذلك الزمان هو المكان، البقعة الجغرافية التي تكتسي طابع ما يشابه القداسة والتبجيل. هذه الوثيقة هي للسلطان المولى عبد العزيز ابن مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن الشريف العلمي الشريف العلوي، مؤرخة في صفر 1617، حيث وضع في أعلى الرسم السلطاني. والمصطلح الذي كان قديما لدى الأتراك في الدولة العثمانية هو الفرمان. الوثيقة هي ظهير سلطاني ملكي علوي. حفظت ما تيسر من القرآن الكريم وأنا صغير، ومنذ إذ والعبد الضعيف يتابع مسيرته في الدعوة إلى الله عز وجل. خطيب الجمعة منذ ما يزيد على 30 سنة. المدينة بيت واحد، والبيت دائما محطة للهدوء والسكون والوئام والمحبة والعزلة. فالمدينة توحي بالقصيدة، توحي بالكلام السري، توحي بما هو غير مقول وغير منطوق. رأس الماء قنديل فضة يضيء ما هو ليلي في الظلال، يكشف ما هو فجري في الضياء. لولاه ما قرأنا ورد العشق في مقام الوصل، وما شهدنا الورد قبل أن يكون فكرة في قلب الماء. لولاه ما نهلنا كأس كلها على أشعار عود بابلي، حتى امتزجنا في الشراب فلم نعد سوى الحباب في الحباب.
كويسة 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 بالله. نعم، نوجد الآن داخل بناية المتحف الأثري الذي يوجد بالقصبة. هذه البناية الأثرية التي تعتبر رمزاً من رموز مدينة شفشاون. لماذا رمزاً؟ لأنها عندما أسست على أساس أن تكون النواة الأولى لهذه المدينة التاريخية، هذه المدينة التي تختلف الأسماء أو تختلف الروايات لماذا سميت بمدينة شفشاون. فهناك من يرجع أصل تسمية شفشاون إلى معنى شفشاون، يعني مكان اجتماع المجاهدين، وهناك من يجعل كلمة شفشاون ذات أصل أيضا أمازيغي تعني انظر قرون أو انظر القرون أو انظر قرون الجبال. هذه القصبة هي رمز لوجود مدينة شفشاون. لماذا؟ لأن أولا القصبة كانت هي النواة السياسية والإدارية والمعمارية الأولى في بناء المدينة بشكل واضح، لأنه كان هو مركز إقامة أمير شفشاون مولي علي بن راشد. الاستعمار الإسباني أو المستعمر الإسباني عندما دخل إلى المدينة وكأنه أراد أن يحطم تلك الرمزية التي تحتوي عليها أو التي تتمتع بها القصبة. الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانكو الذي كان إحدى الضباط الذين عاشوا بشفشاون كضابط لإحدى الفرق العسكرية، نجد الجنرال فرانكو قد كتب في مذكراته أثناء خروج جحافل الجيوش الإسبانية منهزمة من مدينة شفشاون سنة 1924، يقول: وكأن القصبة والطبيعة قد تحالفت أيضا مع المقاومة، لأنه في لحظة خروجه من مدينة شفشاون رفع رأسه نحو الأعلى فرأى بأن الراية الإسبانية الموجودة فوق القصبة في نفس اللحظة تمزقت معلنة اندحار الجيوش الإسبانية. احنا الآن داخل المتحف الأثري لمدينة شفشاون الموجود داخل القصبة، وحنا غنشوفوا داخل هذا المتحف مجموعة من التحف الأثرية اللي كتختزل لنا واحد التاريخ كبير ديال هذه المدينة. ونبدأ ضمن مكونات هذا المتحف بالجهة المخصصة للباس مدينة شفشاون ونواحيها، ونرى هنا زيا تقليديا للمرأة البدوية والذي يتميز بمعطيين أساسيين. أولا الذي هو الطربوش المعروف هنا بالشاشية التي تقي من الأمطار والشمس إلى غير ذلك، ثم هناك المنديل. فقط هنا نؤكد على أن زخرفة الشاشية أو المنديل هي تختلف حسب المناطق المحيطة بمدينة شفشاون. ثم نجد هنا لباسا للعروس الشفشاونية، وهو يتميز بزركشته وبما يعرف بالسقلي اللي هو عبارة عن خيوط مذهبة تزيد رونقا على لباس العروس. ثم لباس العريس والذي هو عبارة عن جلباب توجد تحته ما يعرف بالجبادور، ويكون العريس منتعلا للبلغة الشفشاونية المتميزة باللون الأصفر. ونصل هنا إلى إحدى رموز مدينة شفشاون الذي هو الحايك، وهذا الحايك هو الرداء الذي ترتديه المرأة عند خروجها خارج بيتها، ويتميز بما يعرف داخل شفشاون بالتلحيفة. تلحيفة بمعنى الطريقة التي ترتدي بها المرأة هذا الحايك داخل مدينتها وخارج بيتها. نحن الآن أمام مجموعة من الأواني الخزفية التي تستعمل داخل المطبخ الشفشاوني ومطبخ المناطق المجاورة لمدينة شفشاون، وهي كما نرى مجموعة من الأواني المصنوعة من الخزف المحلي الذي يتميز بالزخرفة الموجودة عليه والتي تتميز بعدم وجود مجموعة من الألوان. نحن الآن أمام مجموعة من الأدوات التي كانت تستعمل سواء في الحياة اليومية أو خلال المعارك، خاصة معارك الجهادية ومعارك المقاومة التي كانت ضد الاستعمار الإيبيري، لأن الشاون كانت منطلقا للعمليات الجهادية،
وأيضا خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية لمدينة شفشاون. كما نرى مجموعة هذه الأدوات هي عبارة عن بنادق، هي عبارة عن خناجر، وعبارة عن ما يعرف بالزعبولة، وهذا هو الاسم الأصيل الذي يمكن أن نسميه بها الزعبولة، التي كانت تحمل فيها الأشياء الشخصية أو المؤونة أو دقيق البارود إلى غير ذلك. هنا ما يعرف بالجلاب الشفشاونية أو الجلاب التي كانت سائدة بنواحي شفشاون، وهي تتميز كشكل أصلي وأصيل، تتميز بكونها مصنوعة من الصوف، الصوف الحر كما نقول هنا في شفشاون، الصوف الحر. وهذا الصوف الحر له مجموعة من المميزات، لأنه يعتبر كحاجزا أمام الحرارة إذا كان الجو حارا، وأيضا يحافظ على دفء الجسم في حالة البرودة، وبالتالي فهو لباس صحي بشكل كبير. بالنسبة للشكل نلاحظ هذا الجلباب هو قصير نوعا ما، وبالتالي فهو جلباب يتيح لنا القيام بأعمالنا اليومية أو الجري إلى غير ذلك، وهو لباس ما كان يعرف بالبوردية، والبوردية هم الذين كانوا يقاومون الاستعمار الإسباني. إلياس طبال، مهندس معماري. احنا الان في ورشه اللي قمت انا بعد التصميم ديالها. انا خلقت في مدينه شفشاون، قريت الابتدائي والاعدادي والثانوي هنا في مدينه شفشاون، ومن بعد التحقت بروسيا باش كملت الدراسه ديالي في ميدان الهندسه المعماريه. ومن بعد 7 سنوات من الدراسه في روسيا التحقت باسبانيا ببرشلونه باش كملت الدراسه ديالي في ميدان ترميم المباني القديمه. من بعد 4 سنوات من الدراسه في برشلونه قررت ان ارجع فعلا للمغرب وشفشاون بالضبط. هذه الورشة اللي احنا فيها دابا اللي قمت انا بإعداد التصاميم ديالها هي توجد في حي السويقة، واللي هو اقدم حي في مدينة شفشاون، واللي بطبيعة الحال جميع المباني فقط عندها واحد الأهمية خاصة بالنسبة للمدينة، الا ان البناية ككل اذا اخذنا يعني اكاديميا هي ماشي بناية اللي تدخل في نطاق تيبولوجي بعض البناءات الأندلسية، هي بناية ممكن نقولوا أندلسية قروية يعني رورال، ولأن النموذج ديالها ما يدخلش في نطاق النموذج البيت ذو الفناء الأندلسي، لأن كنعرفوا احنا المسار البيت الأندلسي ذو الفناء بدا من 12 أعمدة، مر بأربعة أعمدة، ومن بعد داز إلى المرحلة النهائية وهي بدون أي نوع من الأعمدة. هنا في الحالة اللي احنا فيها دابا نشاهدوها هنا كاين دار ذو ستاد الأعمدة، وهو نمط غير أكاديمي ونمط قروي. البناية عبارة عن منزل كان في حالة متردية طبعا، وقمنا بالترميم ديالو. يمكن نقول مدينة شفشاون عندها طابع معماري خاص بها، واللي كيتمثل أولا في النقطة الأولى في نظر ديالي هي انقسام المدينة إلى جانبين، جانب الكولونيالي اللي هو جديد اللي بني من طرف الإسبان في القرن العشرين، وكان الجانب الأندلسي أو الجانب اللي تبنى من طرف مولاي علي بن راشيد في القرن 15. المفهوم المعماري مختلف. البناء الكولونيالي يعتمد على طرق
وطرق مستقيمة وعلى بناءات يعني الطرق التي تحدد الفضاءات، بينما مدينة شفشاون اللي بنيت من طرف الموريسكيون المدينة العربية، لأن الأحياء كانت تقسم على أساس عرقي وأساس اجتماعي. شخصيا بالنسبة لي وضع التصاميم هو إعطاء جسد لروح المكان، لأن أي مكان عنده روح. الترميم خصو يكون أكثر من محافظة على أنه يكون إعادة بناء، يعني أصلا مفهوم إعادة البناء هو مفهوم غير قويم، يعني خصنا نحاول نحافظوا على التراث ديالنا وعلى المعمار ديالنا بطرق سليمة. طرق سليمة هي المحافظة عليه بنفس الطريقة التي بني بها. الناس ديال الشاون كانوا شحالهم حادقين ويوصوا في النعورة ويخرجوا يبيعوا ونخرجوا للسوق نبيعوا الصوف وكل شيء، واليوم ما بقي حد الا يهادي. اش قلتي؟ شنو خصك؟ مسعود العيد وزيد وزيد تشارك معايا. ايوا تسنتينا وكنتي لا تقي الصوف وكنتي تقي الارسال والنعورة. اه يمشي بحالك والله. لا ويلي علاش؟ هادو مغاربه ديالنا، مغاربه ديالنا ماشي نصارى. ايه والله وانا مش نهدي راسي للنصارى، هادو المسلمين ديالي. السلام عليك. السلام. قول السلام عليك. ايوا ياك. الناس الجباله كانوا لا يديروا التزار وتجيب العواد على ظهرها، فهمت، وتجيب القفه ديال الفحم على ظهرها وتجي للشاون وتبيعها وتصبر لك كتب الله، عاود لا تمشي تشري الفواكه للولادة ولا الحوت ولا الحيمة ولا الخبز ولا هذه، وطلع عاود للتسار ديالها فرحانة للتسار ديالها، فهمت. كاين اللي تدير الزلة بالرجلة، الراجل بالزلة بالمحربل، بالزلة بالصوف، المرأة بالتزار. شحالو كانوا الحوياك، ما نديروا الحوياك، دابا الحوياك تركوا، دابا ولينا بجلال بوزانة مفنطح. ايوا هذا اللي نقول لك صافي. اهتمامي بالصورة والتصوير وكذلك بالفن التشكيلي، لكن اهتمامي بالصورة لأن الصورة أرى فيها وثيقة غالية، فأنا نفضل يعني نوثق ما هو على مدينة شفشاون، فأحسن وسيلة وأحسن طريقة لي هي الصورة. بعد الهجرة ديالي في أوروبا اللي دامت 16 سنة قررت العودة، لأنني يعني ولو أنني هجرت جسميا ولكن روحيا بقيت في مدينة شفشاون، يعني اللي بينا الجمالية ديال مدينة شفشاون في الصور، ألا وهم الإسبان واللي هم الأصل ديال الأندلسي. الوقت اللي جاو من هذه المدينة يعني سحرتهم ووجدوا نفسهم كأنهم هم لا زالوا في الأندلس،
صور يعني كأننا نقرأ واحد التاريخ، فهمتني؟ فأنا نشوفوا كذلك الناس بالزي اللي كانوا يلبسوا في ذاك الوقت هذاك، ونشوفوا التغير اللي يوقع تدريجيا إلى يومنا هذا. فهذه المكتبة راه تحتوي على أكثر من 14,000 صورة. كذلك عندي هنايا يعني كثير من الصور ديال الأجداد ديالنا، وكثير من الصور ديال الأسر والعائلات الشفشاونية. فالصور اللي عندي أقدام يعني ممكن نقوله من 1928، لكن هذه الصور هذو كاملين ديال مصورين إسبان كغارسيا كورتيس وغيره. نحاول باش نوثق ما هو جميع الأنشطة اللي تدور بمدينة شفشاون، كذلك ناس مدينة شفشاون القدماء، كذلك الناس ديال هذا العصر هذايا. فالصورة بالنسبة لي أنا شيء مهم، لأن يعني ممكن يكون مقالات كثار على واحد الموضوع، ولكن الصورة اللي تعطي واحد الدلالة اللي هي أكثر من مقال. مسرحية غجر منتصف الليل لفرقة مسرح أبينوم من شفشاون، فرقة مرتبطة ارتباطا وجدانيا بمدينة شفشاون، باعتبار أن كل عناصرها ينتمون إلى هذه المدينة، رغم أنهم يعني سافروا ورغم أنهم يشتغلون في أعمال فنية أخرى خارج المدينة، لكنهم يظلون مرتبطين وجدانيا بهذه المدينة، حيث يشتغلون في هذه الفرقة كل موسم عملا مسرحيا. اسم فرقة أبينوم مرتبط أيضا بشفشاون، لأن أبينوم هو اسم شفشاون بالرومانية ومعناه القديسة. صافي هي كنا نلعبها رافي مزيانة ملي كنا نلعبها. ايوا بالضبط عليها بالضبط بالضبط. ممكن تطلع عليها في وسط اللعب. والعمل ايضا يستمد يعني عناصره الحكائيه من تاريخ مدينه شفشاون. ماذا يفعل ذاك الوقت؟ مسرحيه غجر منتصف الليل هي العمل الرابع ديالي مع فرقه مسرح ابينوم. فمسرحيه الغجر كتنطلق من تاريخ مدينه شفشاون اساسا، لا سيما في الحقبه ديال الاستعمار الاسباني للمدينه وما صاحبه من يعني من ضغوطات على سكان المنطقة ومن قهر وظلم، وهي أيضا ترصد علاقة المدينة بإسبانيا فيما يخص يعني فترة الحرب الأهلية، ويعني اعتماد تلك الحرب على شباب ورجال المدينة دعما لمخططات عسكرية فرانكاوية. Thank you.
هناك خلف البحر لدي زوجة تلد مثل الأرانب، أراهن أنها قد ولدت 3 توائم. 4 توائم أيها الخنزير. أربعة. لست أدري إن كنت زوجها الوحيد أم أن لها أزواجا آخرين. الأمر صيان. زوجتك تلد كل عام بوجودك أو بغيابك. فككاتب يعني مسرحي يعني ربما أعكس بصورة أو بأخرى يعني تشبث المبدع بأرضه بتاريخه. مسعودة، لا 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 مسعودة، لا 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 مسعودة ليست هنا ولا هناك. ربما تلحفت بثوبها الأزرق وغابت عن كل الأنظار. هذه عادتها، ما إن يجن الليل حتى تختفي. مسعودة. هذه فرقة الحضرة النسائية بمدينة شفشاون اللي تأسست من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري الجدير بكل ثقة نظرا للمكتسبات اللي اكتسبها هذا الجيل من الجيل السابق. ففن الحضرة الشفشاونية هو يتميز بمجموعة من المميزات منها الشعرية واللحنية والإيقاعية كذلك. محمد من ناحية اللباس فهو لباس تقليدي أصيل ورثته المرأة الشفشاونية جيل بعد جيل، وكانت الأصول دياله تقريبا كما يذكر المؤرخون الباحثون كانت أصوله من القرن 10 الهجري. فالمرأة الشفشاونية معروفة عبر التاريخ، معروفة بمحافظتها على التقاليد والعادات والأصول، وما حاولتش أنها تنسلخ من هاد الجذور ديالها الأصيلة، وحافظت على الطبع وحافظت على الأشعار اللي كانت كتداول أولا في هاد الفن الصوفي وفي هاد الفن الروحي العريق اللي ترعرع أولا في الزوايا الدينية المتواجدة في ربوع هاد المدينة الشامخة، هاد المدينة التاريخية اللي كتتميز أولا بالحفاظ ديالها على مجموعة من الفنون الشفوية والفنون التراثية العريقة، وكذلك لتميزها بالأصالة والتاريخ.